إذا قال صدق، قال إن العين حق. ربي بارك لي أخي كلما ربي رزق. قال إياك الحسد يأكل الحسنات أكلا، خير ربي ما نفد، فاسأل الوهاب فضلا. ربي بارك ربي زده، أبعد الحساد عنه، كل من عانى بلاء ربي في البلوى أعنه. لا تخف فالله كاف عبده، والله قادر، كل أمر المرء خير، فاستقم جاهد وصابر. أتى السحر كفر، قالها خير البشر، تحسدون الناس كلا، لا ضرار ولا ضرر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. الأمراض هذه التي تصيب النفوس هي كرب، أشد الكرب، حتى السحر أحيانا أشد من القتل، أشد من القتل، وحتى هو السحر يذهب العقل أحيانا ويصل إلى درجة أن نسأل الله العافية الانتحار. ولذلك ما هو علاج الكرب في السنة؟ من أعظمها الدعاء. ولذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس بدعاء الكرب، هذا أعظم دعاء في الكرب، احفظوه وكرره، قله مرات في اليوم، إذا ما عجزت مرة لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حفظتم في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. هذا اللي ما يحفظه يعني ما يعرف حديث الكرب أجل، ما يعرف الأدعية، هذا رأسه، هذا التاج، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. إذا ما حفظت يا أخي طالع في الجوال اكتبه في ورقة موجود، حتى تدخل عليه في جوجل دعاء الكرب حديث ابن عباس، لا إله إلا الله العظيم الحليم. شوف هذا بدأ بالتوحيد وأثنى على الله سبحانه وتعالى، والعظيم بعظمته سبحانه، والحليم المتجاوز عن عباده سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فلما دعي الله بهذا فذكر من عظمته ومن ملكه ملكوته وجبروته سبحانه وملكه على السماوات والأرض، تدبير السماوات والأرض وتصريف أمور الناس، وأنه صاحب العرش العظيم الذي فوق العالم وهو مستوٍ عليه سبحانه وتعالى، استليق استوان يليق بجلاله، فمدحه بالألوهية وبالعظمة وبالعرش وبالملكوت. دعاه، هذا دعاء، حتى أنك ما طلبت شيء لكنه متضمن للدعاء، هذا سماه صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب، يكشف الله كربك وغمك. وهذا سبحان الله جرب هذا الدعاء، حتى التنوخي، التنوخي أبو الفرج له كتاب الفرج بعد الشدة، طبع في 5 مجلدات ومرة في مجلد كبير، يقول في الكتاب أنه أحد الصالحين سجن في بيت المقدس، سجنه النصارى، قال فأتاني هم كنت في الحديد، يدي ورجولي في الحديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عابد هذا صالح، فقال لي صلى الله عليه وسلم أين أنت عن حديث الكرب حديث ابن عباس؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره الذي حديث الكرب في البخاري ومسلم. قال فتذكرت فسدت فقمت من نومي وانا اقول لا اله الا العظيم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. قال فوالله اني كررت فانحل القيد. هكذا يقول ابو الفرج التنوخي في كتاب الفرج بعد الشده. يا اخوتي، عندنا كنوز من السنه والادعيه علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل، لكن كما يقول بعض العلماء السلاح اذا ما كان في يد بطل يقاتل ما يمتنع. طيب عندك سيف معلق وجاك الأعداء لكن ما استخدمت السيف، عندك مسدس، عندك رشاش وهاجمك للسارق لكن ما استخدمته، عندنا أدعية معلقة في الكتب، وحتى كثير من الشباب والشابات عندهم الأدعية في جوجل في الجوال لكن ما يستخدم، ساكت. كيف ما تأتي الهموم والغموم والأحزان والسحر والكآبة؟ لأنه ما استخدم العلاج، ما استخدم الدواء. ولا شوف الآن أكثر الناس الآن الحمد لله على الأذكار، ويصل 90 سنة 100 سنة، أنا أعرف بعض الناس وصل 120 سنة ما جاء هم ولا غم ولا كآبة لأنه مع الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من إذا قال صدق، قال إن العين حق. ربي بارك لي أخي كلما ربي رزق. قال إياك الحسد يأكل الحسنات أكلا، خير ربي ما نفد،
فاسأل الوهاب فضلا. ربي بارك ربي زده، أبعد الحسد عنه، كل من عانى بلاء ربي في البلوى أعنه. لا تخف فالله كاف عبده، والله قادر، كل أمر المرء خير، فاستقم جاهد وصابر. أتى السحر كفر، قالها خير البشر، تحسدون الناس كلا، لا ضرار ولا ضرر.